Lesson 4 about the four second prep, which is cold water. We are going in this lesson to talk about water. First, what is the importance of water? Water is essential for all living organisms. Essential means important, necessary. We cannot live without it. My infection is actually in my mind. Because it is the medium through which all vital process takes place. الميديم يعني المكان المناسب او الحاجه اللي بيحصل فيها كل حاجه عندنا في الفايتال بروسيس. الفايتال بروسيس دي في الدايزيشن اوف فود، الترانسبورتيشن اوف ذا فود ثرو ذا بلاد، البلاد سيركيوليشن نفسها بالميه، السكن الجلد نفسه في ميه في السيلز في السيتوبلازم، كل دي فيها اسمها فايتال بروسيس. حتى بالاماره نيجي ناكل اكل ما فيهوش ميه، بقسماط شيبس بسكوس شويه كنا شويه عندنا نفسنا عايزين نشرب ميه بعديها. طب بنشرب ميه ليه؟ عشان دي ميديوم فور سيتايزيشن. اولسو مين اوف ترانسبورتيشن يعني وسيله المواصلات، ان ذا ريفر سيز اوشنز بتوين سيتيز اند كونتريز، في النهر نهر النيل ممكن اخد مركب من الجيزه اطلع بيها لغايه اسوان. مين اوف ترانسبورتيشن في البحر، خدت باخره او لانش نزلت بيه من مصر لايطاليا. اوشنز طبعا دي السفن الكبيره جدا. نمبر 3 also is important for generating electricity through waterfalls as used in many countries. الشلالات وعندنا في مصر برضو عن طريق الخيدان، السد العالي شغال على البوشنج فورس بتاعت الميه. كل دي importance of water. تمام، والووتر نيجي للجزء اللي بعده. الاستراكشر اوف ووتر ايه هو؟ طب الاول نراجع مع بعض ايه هو اصلا الووتر. ووتر اللي هو ايه يا جماعه؟ H2O. ووتر از ايكوفالنت كومباوند طبيعي. ليه ايكوفالنت كومباوند؟ عشان اصلا الووتر كونسيست اوف ايه؟ ووتر عندنا كونسيست اوف ايه يا جماعه؟ كونسيست اوف هيدروجين واكسجين، الاثنين نون ميتالز. افتكر طب بسرعه كده، انا عندي نوعين من الكومباوند، ايونيك ده بيتكون من ميتال بلس نون ميتال. اما الكوفيلنت اللي هو زي الووتر كان بيتكون من تو نون ميتال، يبقى ده كوفيلنت كومباوند. H2O يعني كونسيست اوف وات؟ قال لي تو هيدروجين اتومز وان اوكسجين اتوم bonded together، معمولين مع بعض بوند عن طريق تو سنجل كوفيلنت بوند. فين ده؟ اهي ادي الاتش وادي الاو وادي الاتش الثانيه اللي عندنا. هنا كل بوند من الاثنين دول اسمها سنجل كوفيلنت بوند، سواء دي او الاثنين سنجل كوفالنت. تمام، يبقى بين الاتش والاو اللي عندنا هنا في سنجل كوفالنت اهي، وهنا كمان في سنجل كوفالنت. الانجل بقى بتوين ذم اللي هي الانجل اللي ممكن نسميها اتش او اتش، الانجل دي بكام يا جماعه؟ 104.5 degrees. طب ليه الانجل دي كبيره بالطريقه دي؟ اقول لك حاضر، علشان احنا عندنا اصلا لو رجعنا للووتر موليكول وقلنا عليه كوفيلنت معنى كده ان في ديفرنس في النيجاتيفيتي، احنا كل كومباوند عندنا في ديفرنس. طب الديفرنس ده فين؟ قال الاكسجين عنده سمولر سايز يبقى عنده هاير الكترو نيجاتيفيتي، هنديله هنا بارشال نيجاتيف وعند الهيدروجين عليها. الناحيه الثانيه برضو في بوند ثانيه، البوند دي اسمها برضو ايونيك كومباوند سوري كوفيلنت كومباوند، هنا نيجاتيف والهيدروجين والبوستيف والبوستيف بينهم ريبالشن فورس، يفضلوا يزقوا في بعض يزقوا في بعض يزقوا في بعض لغايه ما يوصلوا للانجل اللي بينهم دي بقى ستيبل.
يبقى 104.5 هي الانجل بتوين ذا. ودول برضو في نفس الوقت نخلي بالنا من حاجه، ان الووتر موليكيولز نفسها بينها وبين بعضها في اتراكشن فورس. الاتراكشن فورس بنسميها هيدروجين بوند، تمام؟ والهيدروجين بوند هي بوند بتتم عندي بين البولر موليكيولز. ووتر موليكيول bound together، يعني bond between molecules with each other by weak hydrogen bond. يبقى single covalent هي البوند inside the water molecule، انما hydrogen bond هي bond between the water molecule. يعني البوند دي هنا دي single covalent، انما بين ال H2O وال H2O او ال HOH وال HOH دي هي الهيدروجين بوند. هي دي الهيدروجين بوند due to the higher electroactivity of oxygen with respect، يعني if compared with current to the hydrogen the polar water molecules attracted together by weak number two مهمة قوي دي electrostatic attraction force. حصل attraction force between the electric charge النيجاتيف والالكتريك charge البوزيتيف. قلت عليها ليه electrostatic؟ معناها دي كهرباء ساكنة، ما ينفعش تتحرك النيجاتيف من عند الاو ولا الهيدروجين يتحرك عليها البوزيتيف بتاعتها عندها، فحصل بينهم اتراكشن. ودي هتبقى responsible for all the abnormal properties of water. وجود الهيدروجين بوند نتيجه ان هو بولر، عنده بول بوزيتيف نيجاتيف، بول نيجاتيف وبول بوزيتيف. اهو ادي البول البوزيتيف وادي البول النيجاتيف، بولر. يبقى تاني البوند ان ووتر موليكيول، قلنا هنا نكتبها كده بوند ان موليكيول، طبعا بنتكلم على الووتر، هنقول عليها سنجل كوفالنت بوند. اما البوند بتوين الموليكيولز اوف ووتر تعتبر عندي اسمها هيدروجين بوند. ليه بنسميها كده؟ بنقول الهيدروجين حصل هو الكوبري اللي في النص اللي ماسك الاو مع الاو، هو البوزيتيف اللي متشعلق في النص بين الاو والاو، فتمت البوند عن طريق الهيدروجين اتوم البوزيتيف، سميناها هيدروجين بوند. يبقى الهيدروجين بوند هي ويك الكتروستاتيك اتراكشن فورس ذات ارايز او تيكس بليس، مالها الفورس دي؟ between the molecules of the polar covalent molecule أو between polar molecules. يبقى تاني هيدروجين بوند يا جماعة it is weak electrostatic attraction force between the molecules أو between على طول polar molecule compound between polar molecules compound أو polar compound molecules. ده اسمه إيه يا جماعة؟ ده اسمه الهيدروجين بوند. يبقى تاني الووتر H2O أول تاني بين ال H2O وال H2O عندنا بوند، آدي H وآدي H، H2 الاتنين دول عاملين هنا سنجل كوفيلنت مع الأكسجين، سنجل كوفيلنت مع الأكسجين، ده بارشال بوزيتيف عشان ده ويك ويك الكترونيجاتيف، لكن ده سترونج نيجاتيف وده سترونج نيجاتيف، يبقى ده معاهم ويك هو ياخد البوزيتيف. البوند دي اسمها ايه؟ سنجل كوفيلنت. انجل بتوين ذيم از 104.5. البوند بقى بتوين الووتر موليكيول ده والووتر موليكيول الثاني اسمها هيدروجين. اهي دي اسمها هيدروجين بوند. ويك الكتروستاتيك اتراكشن فورس takes place between the polar molecules. هي دي الهيدروجين بوند بتاعها. اللي between polar وبولر. جت منين؟ جت منين هيدروجين بوند؟ due to the difference in electronegativity between the hydrogen والاكسجين. الجزء اللي بعده
هنتكلم فيه على البروبرتيز اوف ذا ووتر. عندنا في مجموعتين من البروبرتيز، اول واحده اسمها ووتر فيزيكال بروبرتيز والثانيه كيميكال بروبرتيز. فيزيكال بروبرتيز عندي فيهم ثلاثه: ووتر اكزيست ان ثري ستيتس اوف ماتر، ووتر از جود بولر سولفنت، يور ووتر بويلز ات 100 ديجري سيلسيوس، اند density اوف ووتر ديكريز باي فريزنج. كده دول الثلاثه اللي عندنا اللي هو الاربعه. اما الكيميكال بروبرتيز هنتكلم عليها على اثنين: ووتر هاز نيوترال افكت اند ريزيستنس اوف ووتر فور ديكومبوزيشن، يعني مقاومه الميه للتفاعل. طب ناخد اول واحده عندنا: ووتر اكزيست ان ثري ستيتس. ايه هم الثري ستيتس اوف ماتر اصلا؟ ثري ستيتس اللي هو سوليد ليكويد جاز. وانا ممكن الاقي الووتر في 3 ستيتس، لو سوليد في شكل الايس بس هي لسه H2O، لو ليكويد يبقى في شكل الووتر نشربها، لو جاز يبقى في شكل الووتر فيبر. وهنا نقول ووتر كان اكزيست توجد فاوند ان ذا 3 ستيتس اوف ماتر ان ذا نورمال روم تمبريتشر، اللي هي الايس والووتر ووتر فيبر. Water is good polar solvent، طبيعي. ليه polar solvent؟ لأنها عندها two poles، تعمل مع البوستيف يبقى نيجاتيف. No, water has great ability to dissolve most ionic compounds. Most ionic compounds. Such as salts أو salt. هو في ionic compound don't dissolve water. إحنا خدنا إن الأيرون الـ FeO والكوبر اوكسايد دول دونت ديزولف ان ووتر، عشان كده ما كانوش بيعملوا الكلي. يبقى مش كل الايونيك، لا في حاجات وحاجات. طب الايونيك ايه ميزته؟ قال لي الايونيك بيتكون من بوزيتيف ونيجاتيف. يجي عندي حاجه زي ال ان اي سي ال عاملين اتراكشن فورس مع بعض بايونيك بوند، على طول ده يتفك لان ايه بوزيتيف، وده وهنا يطلع عندي برضه الناحيه الثانيه سي ال نيجاتيف. جري تيجي الووتر اللي عندها تو بولز تبعت الاو بتاعت الووتر وتعمل بوند مع الصوديوم. في نفس الوقت السي ال نيجاتيف نبعت لها مين؟ نبعت لها الاتش البوزيتيف بتاعت اتش او اتش عشان تعمل معاها. عشان كده بنقول ان most of the ionic compound such as salt can dissolve water can dissolve some of the covalent compounds، مش كتير، لازم يكونوا بولر زيها. بولر يعني عنده positive ونيجاتيف، لان انا عندي positive ونيجاتيف. نقول such as sugar، اشمعنى sugar؟ because it can form a hydrogen bond with water. مين ده اللي ممكن يعمل هيدروجين بوند مع الميه؟ قال لي الشوجر. الشوجر ممكن يعمل هيدروجين بوند مع الووتر. ليه؟ اصل الشوجر عنده حاجه اسمها بولر هيدروكسيد او او اتش. هيجي الشوجر ادي موليكيول كبير من الشوجر عنده او اتش نيجاتيف، وكمان مولكيول تاني من الشوجر عنده برضو او اتش نيجاتيف. يجي الووتر نيجاتيف، حاضر ابعت لك الاتش او اتش. الاتش هنا حالتها ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف ونيجاتيف يعملوا ايه؟ اتراكشن فورس مع الاو مش مع الاتش. نفس الكلام هنا في ال H. ال بوستيف في الووتر تعمل معاها بوند عن طريق ال O النيجاتيف الموجود هنا برضو. اوكي، ويبقى عندي هنا اصبحت الشوجر ديزولف ان الووتر. ليه؟ اصله عمل معاها هيدروجين بوند. الووتر كسرت هيدروجين بوند مع بعض وعملت هيدروجين بوند جديده مع الشوجر، خسرت حاجه؟ لكن في حاجات تانية كان نوت ديزولف برضه سب ايونيك كومباوند، مش ممكن يدوب، اللي بنسميهم نون بولر.
زي الاويل، الاويلز والفاتس كلها because they cannot form hydrogen bond with water. في حالة الايونيك دي كومبليت ايونيك كومباوند دي كومبليت بوند. في حالة البولار كوفيلنت زي الشوجر يعمل معاهم بوند because it forms hydrogen bond with water. So they can dissolve. أما الوتر cannot dissolve some covalent compounds such as oil. مش معنى الاويل والفات لا، اي حاجه جت بقعه فات ولا اي حاجه على هدومي مش ممكن تطلع بالميه، لازم ميه ونحط بقى فانش وحوار تاني. الفانش ده او الحاجات اللي بتشيل البقع تبقى هي اصلا نون بولر. يتعامل مع الاويل اللي نون بولر زيه، لكن الوتر بولر. بتيجي تعمل ديزولف لازم حاجه تعمل فيها بوزيتيف ونيجاتيف. ايه؟ ايه تاني عندنا في البروبرتيز؟ تعال نكمل مع بعض البروبرتيز. بيقول لنا هنا boiling and melting point of water are high. لو قارناهم بباقي الكوفيلنت كومباوندز هنلاقيهم فعلا high. boiling point of water 100 باقي الكوفيلنت عند 50 60. melting point بزيرو الباقي كله بالنيجاتيف. فالنيجاتيف زيرو بالنسبه للنيجاتيف هو الرقم الاكبر يبقى high. melting point and the boiling due to presence of hydrogen bond between its molecules. ليه؟ أنا عندي هنا H2O أوكي بين دول وبين ده فيها إيه يا جماعة هنا؟ ليه؟ أنا محتاج إنرجي الأول أكسر البوند دي وإنرجي أكسر البوند دي كده تعمل بويلنج دي. بأكيد هتاخد وقت. نفس الكلام برضو في الميلتنج بوينت. ايه؟ محتاج انرجي هنا عندي عشان تتغلب عندي على الهيدروجين بوند. due to presence of hydrogen bond between its molecules. water density برضو معروف عندنا number 4 في البروبرتيز ان ال density of water decrease by freezing. عشان كده كنا بنقول ice flows in water. مع ان الايس اصلا water H2O. ازاي الووتر H2O والايس H2O ومع ذلك بنقول ان الايس float in water. density of water liquid state is 1 gram per centimeter cube. لكن water density on freezing عند الزيرو يمكن قبل الزيرو عند 4 degree density decreased لغايه كام يا جماعه؟ 0.92 جرام بير سنتيمتر كيوب. وده بيحصل عند الزيرو. يعني الدنسيتي اوف ووتر ان سوليد ستيت از ليس ذان ليكويد ستيت. في السوليد الايس فعلا سو الايس فلوس اون سيرفيس ووتر. يبقى الايس بيعمل فلوت على السيرفيس اوف ووتر. بالتالي السوليد ستيت ووتر از have lower density than liquid state. وده help in the preservation of the life of the aquatic creature. يعني الثروه المائيه او الثروه المائيه المارين يعني. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ تعالوا نتكلم كده مع بعض نص. عندي say الاوشن احنا عارفين ان الهوت يطلع فوق والكولد ينزل لتحت. تمام؟ الهوت عنده لور دينستي يطلع فوق، الميه فضلت تعمل كده لغايه ما وصلت عند هنا، الكولد وصل كام؟ وصل 4 ديجري سلسيوس. تمام؟ وعند 4 ديجري سلسيوس بيحصل تغير كامل للووتر موليكيولز من بعضها. يعني بيعملوا ايه؟ بيعملوا ري ارينجمنت من جديد عن طريق الهيدروجين بوند الموجود. نقول ايس فلوت اون سيرفيس فلوس اون سيرفيس اوف ووتر بيكوز دينستي از ليس ذان اوف ووتر. Since when temperature of the water decreases than 4 degrees Celsius, اللي بيحصل يا جماعه because water collected by together by hydrogen bond.
forming ice crystals have hexagonal shape. تاخد شكل hexagonal shape. اوكي هنا ووتر موليكيول هنا ووتر موليكيول هنا ووتر موليكيول كل دول موليكيولز مع بعض. حصل ايه يا جماعه؟ حصل عندي سبيسز. السبيسز الموجوده هنا مع الري ارينجمنت بينهم ادى عندي انكريز في الفوليوم، انكريز في الفوليوم which has larger volume. عندها يا جماعه هنا larger volume and the larger space. يبقى عامل ايه؟ يعمل decrease in density. لما تيجي نراجعها كده مع بعض ايه density؟ بنقول كده density equal الماس over الفوليوم. هنا الماس مش هيتغير. density وفوليوم الاثنين دول inversely proportional. نقول لما الفوليوم يحصل له increase الدنسيتي على طول يحصل لها decrease. لو الفوليوم حصل له decrease الدنسيتي يحصل لها increase. هما الاثنين في القانون بتاع الدنسيتي inversely proportional. يبقى ايه اللي خلى الايس float on water؟ Because when temperature decrease than 4 degrees Celsius ايه هيحصل ايه؟ الجزء اللي فوق بس الميه هو اللي هيجمد لو بتكلم على البحر. لكن باقي الووتر فضلت ووتر. لسه الكولد هي فينزل تحت؟ لا، ما هو بقى دينستي لو، دينستاتو قلت فبالتالي رجع تاني لل 0.92. خلاص؟ ونقول تاني هنا since water او less than water since the temperature decrease than 4 حصل ايه يا جماعه؟ كي water molecules are collected together يتقابلوا مع بعض. باي هيدروجين بوند عن طريق الهيدروجين بوند forming ice crystal with hexagonal shape يعني شكل hexagonal that have larger volume larger space between them so density will decrease. ده كده بالنسبة للكيميكال بروبرتيز بتاعة الموجود.